الحكمة تبني الأوتار وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا، وسيرة ربي أعطانا. الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا، فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا، نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا، مع صحبه آل الرضوانا. في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا، نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا، وبهم نرقى أعلى شانا. وتزيد عطاء الإنسان يحكى أعطانا، فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا، يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا، يهدون الدنيا ألوانا. ترى أين سليم؟ هل سبقنا إلى مضمار السباق؟ أظن ذلك، فهو متحمس جدا لخوض هذا السباق. صحيح، عادة ما يكره سليم الرياضة والحركة، ولكنه هذه المرة متحمس جدا. بالطبع، إنه سباق الدراجات الأكبر في المنطقة، أشرف عليه عمدة المدينة. سليم يتدرب منذ شهر كي يربح في السباق ويحظى بتكريم العمدة. صحيح، لقد بذل جهدا استثنائيا هذه المرة. يريد الفوز بالجائزة العظيمة، الدراجة الذهبية. يبدو أننا قد اقتربنا من المضمار. يا إلهي، ما هذا الجمهور الكبير؟ هيا هيا، علينا أن نسرع في الدخول. حمدا لله أننا استطعنا إيجاد هذا المكان. حمدا لله. متى سيخرج سليم إلى المضمار؟ لابد أنه في الداخل يستعد لخوض السباق. نبيل، نبيل، انظر، انظر، إنه سليم هناك. انظر، إنه يحيي الجماهير. سليم، سليم، يا بطل، هيا يا سليم، هيا. سأحرز المركز الأول بكل تأكيد، سأحصل على الدراجة الذهبية. بقي القليل على نهاية السباق وما زال أمام سليم بعض اللاعبين. أنا حزين لأنني لم أربح في السباق، كنت أريد تلك الدراجة الذهبية، أحببتها جدا. لعله خير يا سليم، ربما يرزقك الله خيرا من هذه الدراجة، كانت جائزة رائعة. ها؟ ما هذا الصوت؟ الجهاز يا مهند، الجهاز يضيء. أي جهاز؟ صحيح، الجهاز. الآن سيبدأ بالعمل. السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. مغامرة اليوم ستكون عن قصة رائعة جدا، هل أنتم مستعدون؟ نعم، بالتأكيد، بالتأكيد. لا مانع لدي. حسنا، إذن هيا لنبدأ. ذات ليلة اجتمع مشركو مكة وعزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا مجموعة من المقاتلين ليحاصروا منزل النبي في الليل ويدخل بعضهم ليقتله. استل المشركون أسلحتهم يريدون الدخول لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعمى أبصارهم، وخرج النبي من داره دون أن يروه. وعندما استيقظوا
دخلوا منزل النبي، وإذ بهم يجدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما مكانه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو في حرقة شديدة على فراقها، وخاض مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه غمار الصحراء مهاجرا إلى يثرب. عندما علمت قريش بفرار النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت فرسانها للبحث عنه في أطراف مكة، لكنهم عادوا خائبين. عندها وقف أحد زعماء قريش وخطب بالناس وحرضهم على القبض على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عرض جائزة كبيرة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. في مكان آخر قرب مكة كان يجلس مجموعة من العرب في مجلسهم، وبينهم بطل قصتنا اليوم سراقة بن مالك. كان سراقة فارسا عظيما، وكان أعلم قومه بطرق السفر والترحال، وأخبرهم بتتبع الآثار في الصحراء. وبينما هم كذلك أقبل عليهم شاب قادم من مكة وأخبرهم بخبر الجائزة. سمع سراقة ذلك وأخذته الحماسة للمضي والبحث، لكنه انتظر قليلا ثم خرج من المجلس في الخفاء حتى لا يلفت الأنظار إليه. عاد سراقة إلى منزله وأعد فرسه وهيئها، ثم خرج من بلدته سرا ماشيا على قدميه حتى وصل إلى الوادي، فامتطى فرسه وانطلق يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه. مضى سراقة على صهوة جواده مسرعا يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والحصول على الجائزة. كان يغرق في أحلامه ويتخيل نفسه عائدا إلى بيته يصطحب معه 100 ناقة. استمر سراقة في المسير وتتبع الأثر حتى استطاع أن يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ورآهما في الأفق فانطلق إليهما مسرعا. لكن ما إن اقترب منهما حتى حصل أمر غريب جدا. فجأة تعثرت الفرس ثم غاصت أقدامها في الرمال ووقع سراقة على الأرض، لكنه نهض من جديد وركب ليتابع المسير. عاد سراقة يتابع المسير، لكن فجأة تعثرت الفرس من جديد وغاصت أقدامها في الرمال، وسقط سراقة عن ظهر فرسه، لكنه نهض من جديد مرة أخرى وركب ليتابع المسير. عندما عاد سراقة للركوب مضى باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يصل إليه، فتعثرت الفرس من جديد ووقع سراقة على الأرض وغاصت قدماه مع قدمي الفرس في الرمال حتى عجز سراقة وخاف أن يهلك في الرمال. عندها أدرك سراقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مؤيد من الله، فصار يصرخ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يدعو له بالنجاة ويعده بأنه سيكف عنه وسيحميه من فرسان قريش. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له الله عز وجل أن ينجيه، فنجاه الله وخرج سراقة سليما معافى. اقترب سراقة من النبي وألقى عليه التحية، ثم وعده بأن يخفي مكانه عن الناس كي لا يصل إليه فرسان قريش. عندما هم سراقة بالعودة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه، فعاد سراقة ينتابه الفضول، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بوعد غريب. وعده النبي بأنه سيلبس سوار كسرى ملك الفرس، وقد كان هذا مالا عظيما لا يملكه أحد من الناس. سمع سراقة وعد النبي ثم مضى مذهولا. في طريق العودة رأى سراقة بعض فرسان قريش الذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بأنه قد بحث في المنطقة كلها ولم يجد أثرا، ثم وجههم للبحث في اتجاه آخر. بعد أعوام وبعد فتح مكة جاء سراقة إلى النبي وآمن به ودخل في دين الإسلام. وبعد أعوام من ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغت فتوحات المسلمين أرجاء الأرض، وخاض المسلمون معارك طاحنة مع أكبر ممالك الأرض، وظلوا يجاهدون في سبيل الله حتى نصرهم الله على مملكة فارس وأدخلوها في دولة الإسلام. وكان في بلاد فارس قصور عظيمة مليئة بالأموال، فجمعها المسلمون هناك وحملوها في قوافل كبيرة وأرسلوها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندما وصلت الغنائم نظر إليها عمر رضي الله عنه وأعجب بأمانة من جلبها إليه،
ثم سمع رضي الله عنه بقصة سراقة فأرسل في طلبه. قدم سراقة إلى عمر فاستقبله عمر ثم مضى به حتى وقف على مرأى الناس جميعا. فأعلن عمر للناس وعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة، ثم فتح عمر بعض صناديق الكنوز وأخرج منها سوار كسرى ملك الفرس، ثم ألبسها سراقة. وكان الناس يكبرون ويرددون: هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق، قد تحقق. أمر عمر سراقة أن يمشي بسوار كسرى أمام الناس حتى يروا عظمة الإسلام وصدق وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا. عدنا بسلام. من يدري يا سليم، ربما يعوضك الله خيرا من هذه الجائزة في قابل الأيام. صدقت يا مهند، لقد بذلت جهدي ولم يكتب لي أن أربح في السباق، لكن أنا سعيد الآن، سأسعى في المرة القادمة وربما في المستقبل سأمتلك دراجة. لا لا لا، بل سيارة. نعم نعم، غرق الصبي في أحلامه كالعادة. سيكون لون السيارة ذهبياً. نعم نعم. من مكة نور قد سطع على الدنيا فأضاء الظلمة. من مكة نور قد سطع على الدنيا فأضاء الظلمة. هجرة خير الخلق نبينا ننهل من قصتها الحكمة. هجرة خير الخلق نبينا ننهل من قصتها الحكمة. حين رسول الله أتاه الوحي ليبدأ هجرته، للصديق أسر النجوى فاستبشر يطلب صحبته. في الليل رسول الله سرى يثرب قد يمم ناقته. في الليل رسول الله سرى يثرب قد يمم ناقته. والله له يسمع ويرى وقريش تطلب هجرته. بعثوا رجلا من خير الفرسان له يتبع خطوته. فانطلق سراقة في عجل يبغي المختار وصاحبه. فانطلق سراقة في عجل يبغي المختار وصاحبه. لكن الله له جند سخرها جلت قدرته. جاءته الريح كإعصار غشت لسراقة أعينه. والفرس تعثر مرات غاصت في الرمل حوافره. والفرس تعثر مرات غاصت في الرمل حوافره. وسراقة في عجب ينظر يطلب عونا من ينقذه. نادى المختار وصاحبه: يا ركب أمان أطلبه. فدعاه المختار إليه بسواري كسرى بشره. فدعاه المختار إليه بسواري كسرى بشره. عاد إلى مكة مندهشا والبشرى جاءت تطلبه. حين الفاروق غزا الفرس وسواري كسرى ألبسه. ما وعد رسول الله أتى والإسلام علت رايته. ما وعد رسول الله أتى والإسلام علت رايته. والإسلام علت رايته. الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان. فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا. وسيرة ربي أعطانا. الحكمة.
الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا. فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا، نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا، مع صحبه آل الرضوانا. في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا، نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا، وبهم نرقى أعلى شانا. وتزيد عطاء الإنسان يحكى أعطانا. فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا، يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا، يهدون الدنيا ألوانا.